عمرو سألوه بقى هو هل كان من الجزء بتاعي. احنا هيبقى هيبقى حوالي مسأل سؤالين يعني مش مسألتين بمعنى صح سؤالين. فيهم سؤال هيبقى متحمل 75، فهو الدكتور عمرو خد الدرجة بتاعت الميد تيرم، فاحنا غالبا السؤال هيبقى كل سؤال عليه 20، يعني احنا الجزء بتاعي هيبقى عليه 40 درجة في الـ فاينل. تمام، اللي هما سؤالين هيبقى فيهم، في سؤال فيهم هيبقى فيه جزء ام سي كيو ومسألة، والسؤال الثاني مسألة بس. تمام، يعني مش هيبقى في جزء نظري اللي هو ام سي كيو فقط لغير، مش هناخد بقى اي حاجة في النظر ام سي كيو بس. ام سي كيو مش هيبقى زي المعتاد اللي هو ان انت تختار بس، وهو موجود في اغلب الامتحانات لو انتوا دخلتوا على الامتحانات السابقة، يعني ان احنا بنطلب تفسير انت ليه اخترت الاختيار ده، والتفسير بيبقى عليه اكبر درجة من الاختيار، يعني اللي بيختار لوحده كده ويسيب الدنيا من غير ما يكتب ليه هو اختارها، الدرجة بتبقى ايه اقل بكتير من ان هو يكتب التفسير. ان انا بعتبر ان هو اختار بتفسير ده هو الصح، يعني MCQ اللي هو ان انت تختار بس كده هو، واحنا ما نعرفش انت اخترت بناء على ايه، الكلام ده هو مش هيتنفذ. تمام، فده بالنسبة للامتحان. اي حد عنده استفسار بالنسبة للامتحان بس ايه يقول لي، يعني يرفع ايديه ولا يعمل اي حاجة عشان ايه نقول له يتكلم يعني. تمام ماشي عمر. طب يا دكتور، المسألتين دول هيكونوا يعني ايه وايه؟ يعني هيكونوا مسألة مثلا هيت ريكفري ستيم جنريتور ومسألة لا، ما مسألتين دول ايه، انت منهج عندك كله اللي احنا خدناه كله انت معرض ان انت تسأل فيه، انت كان فيه شتات من اول ايه بقى؟ من اول انهي حته؟ من اول الجزء اللي احنا خدناه، انتوا خدتوا شتين مش كده؟ اللي هو في الجزء بتاعي اللي هما ايه اللي هو البينش بوينت، اللي هو جاستك باين واللي هو الاوبتمايزيشن بتاعه الهيت ريكفري ستيم جنريتور، هما دول اللي خدتوهم مش كده؟ يعني هيت ريكفري ستيم جنريتور واللي هو الحته بتاعت السبيد ريجوليشن وكده. يا سبيد ريجوليشن دي تبع الدكتور، تبع الدكتور عمرو. شيت 3 وشيت 4 يا عمر، شيت 3 وشيت 4. تمام تمام، هما اخر شيتين. تمام، ما عرفش انت واخدين كام شيت. تمام، والام سي كيو هيبقى كده عليه من ال 40 درجه 10 درجه. نعم، هيبقى عليه 10 درجه. لا مش هقدر احدد حاجه، ما حطيتش في الامتحان ما عنديش تصور، بس هو يعني مش هيبقى 10 درجات، هيبقى يعني ما اعرفش، يعني مش هقدر اقول لك حاجه عشان بس بنفذها. يعني هيبقى اراوند قد ايه بس عشان احنا بنبقى عايزين نعرف النظري عليها قد ايه، المسائل عليها قد ايه. لا، هو النظري هو انا كل سنه باخد النظري بيبقى متقارب مع المسائل، بس على فكره مش ام اس كيو بس النظري، ساعات انا بكتب لك اعمل كومنت على النتائج، فدي بتبقى خبر نظري يعني، ودي بتبقى عليها درجه. يعني انا لما اقول لك اعمل كومنت على النتائج فدي تعتبر نظري، انت بتعمل كومنت على النتائج من المحاضرات، الموضوع ده المفروض يبقى ايه، يعني بتكتب ايه كومنت من المحاضرات من النظري، فالنظري مختلف شويه عن النظري اللي انت كنت بتاخدوه قبل كده. هو في يعني ايه، انا بحب الناس دايما تقرا وتفهم تحلل، يعني احنا كمهندسين هي دي وظيفتنا ان احنا نقرا ونحلل. تمام، مش نقرا ونحفظ. الحفظ مهم مش وحش، يعني الحفظ مهم، لكن بعد ما تحفظ تحلل. فانت هو النظري هيكون بيقيس الحته دي عندك يعني اكتر، يعني كمهندس يعني واخد بالك. يعني ممكن النظري يكون عليه 15 بس مش الام سي كيو، او من 10 ل 15 بس مش من 10 ل 15 ممكن يعني من دوبه مش عاوز راس احدد. نعم، ده رينج يعني كلورنج ايفري ثينج يعني
كومنتس والكلام دوان بيبقى عليه كده في الحدود دي. هبقى انا كاتب لكم في الامتحان كمان يعني، هيبقى مكتوب. لا احنا عايزين نعرف قبل الامتحان يا دكتور. يعني انا لغايه وقت ما حطيتش الامتحان فما اقدرش ان انا احدد لك، لكن هيبقى في الحدود دي يعني، هيبقى في الحدود دي. مسألتين، مسألة فيها ام سي كيو، والكومنتس المهمة ما تسيبوهاش لانها بيبقى عليها ضغط. تمام. يعني ما اقول لك اكتب كومنت على نتائج فبيبقى عليها ضغط. تمام. هو يعني كل سنة امتحان الثيرمال يعني معروف ان هو بيبقى صعب، هل السنة دي هيبقى اهدى شوية باعتبار اننا باعتبار الظروف يعني القائمة وكده، ولا هيبقى نفس مستوى السنين اللي فاتت؟ لا الامتحان بيبقى صعب. يعني هيبقى زي السنين اللي فاتت. لا الامتحان مش بيبقى صعب، اللي بيذاكر صعب. ده السنة فاتت مديهم مسألة هدية كانت موجودة في الشيء. تمام. ويعني لا الامتحان بيبقى صعب. يعني اكيد بيبقى في حاجات احنا بنتكلم عليها وانتم سمعتوا المحاضرات. كويس ان انتم عندكم السنه دي ميزه عنهم، بالعكس السنه دي فيها ميزه عندكم، يعني المفروض ان انا احاسبكم اكتر لان انت عندك المحاضرات مسجله تمام، فانت تقدر تسمعها في اي وقت مش كده؟ لا ما هم كانوا بيسجلوا المحاضرات السنه اللي فاتت. تخش معايا في الحته دي يا عم. لا تمام. تمام. انتوا السنه دي انا شايفه ان انتوا السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت، لان كل الدفعه سواء بيحضر او ما بيحضرش قدام المحاضره يسمعها. تمام. قدام المحاضره افيلابل يسمعها، فالمفروض ان هو يسمعها بقى ويواجهني شغلته كمهندس اما يتخرج. ناقصكم باذن الله 3 4 اشهر 5 اشهر الله اعلم بقى هتتخرجوا في شهر كام. يعني نخلينا مركزين بس في الكلام اللي احنا بنقوله، خدوه كده زي ما انا بقوله كده. تمام. خلاص باذن الله. باذن الله. اي سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ السيد اسمك ايه؟ السيد سليم محمود. ما كانش باين محمود. اتكلم. صراحه يا دكتور الامتحان بتاعنا هيكون ساعتين، وعلى نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله هيكون في مسالتين غير الجزء بتاع الدكتور عنه غير الجزء بتاع الام سي كيو. خلال ساعتين ده كله لا ام سي كيو ده ما تاخدش. نعم. هيبقى مراعى اكيد الوقت، ما تخافش. كمان الام سي كيو انا هختاره، وكمان اشوف اخترت ليه وممكن افصل وكده. طبيعي. هو انت لما بتختار مش بتبقى عارف انت اخترت ليه؟ اكيد طبعا. تمام. خلاص اكتبها بس كلمتين كده، انا ما بحبش الدش يعني كلمتين. مش هناخد منك يعني الام سي كيو مش هتاخد منك دقيقتين لو انت عارف. وبالنسبه للمسائل اكيد المسائل بتاخد وقت كتير عشان تحلها وتجيب الانصر وتستخدم الاله. بص احنا مش اول مره نحط امتحان. تمام. وبنحط امتحان ساعتين وبنحط امتحان اربعه. المادة دي كانت 4 ساعات الأول، فكان الامتحان ما كانش مختلف عن ما بقيت ساعات 3 ساعات، هيبقى مختلف عن ما بقيت إيه ساعتين. السنة اللي فاتت كانت في نظري كتير السنة اللي فاتت. تمام. يعني احنا خففنا الجزء النظري، خد بالك. أنا بتكلم في النظري كان بياخد يعني النظري السنة اللي فاتت خد أكتر من نص الوقت على فكرة. تمام. تمام. يعني هي المسألة الواحدة ممكن بتاعت السنة اللي فاتت بتاعت الهيت ريكفري ستيم جنريتور لوحدها ممكن تاخد ساعة ونص حلها. لا يبقى انت بطيء سأل عن نفسك. لا كانت مسألة كبيرة جدا يعني 6 معادلات وعوض في 6 معادلات وهجيب الأنصر. مين ده؟ مين حضرتك طراعي موضوع الوقت بس؟ لا مراعيين ما تخافش ما تقلقش بس انت صرع ايدك شوية. تمام. في يعني المسألة دي كان جاية شبيهة بالشيت، هي دي مسألة بقول شبيهة بالشيت، فانت ما تكون حللها في الشيت ومقدم فيها ريبورت وواخد عليه درجة في الأعمال في الشفوي، أنت ما بتعرفوش خلفيات، أنت بتبص على الامتحان بس. هم كانوا اللي بتسألها دي مقدمينها ريبورت وواخد عليها درجة في الشفوي، وبعدين جات لهم مسألة شبيهة في الامتحان، فما يقعد يحلها في ساعة ونص يبقى هو بقى ما عملش ولا خد درجة الشفوي الريبورت ولا حل في الشيت ولا يبقى. تمام. مش نفس بتاعت السنة، مش نفس الشيت بالظبط، في اختلاف فيها عن الشيت. اختلاف. ما لازم يبقى في اختلاف، لازم يبقى في اختلاف. اختلاف حتى لو حاجة احنا ما خدناهاش او حاجة خدناها قبل كده.
لا يعني ايه ما خدتهاش؟ ازاي هامتحنك في حاجه ما خدتهاش؟ مش يعني دكتور مصطفى يعني ازاي ما خدتها؟ ازاي ما خدتهاش يعني مصطفى. ازاي ما خدتهاش؟ هو مصطفى ولا محمود؟ على موضوع تقريبا هو مصطفى. هو مصطفى اه بيظهر عندي محمود السيد سليم، يبقى في اسم اه في اسم قبليها صح، هو عندي النقط. اه مصطفى كمل. طب بالنسبه لموضوع الشفوي، هيكون في شفوي في نفس اليوم او بعد الامتحان؟ لا دي لسه انا ما لسه ما يعني لسه ما يعني ما كلمتش فيها مع مع الدكتور مع الدكتور عمرو. اخر مكالمه مع الدكتور عمرو ان هو ان انا وهو بيفضل ان الشفوي يبقى عن طريق الريبورت اللي انتوا بتعملوه، وهديكم فرصه بحيث ان انتوا تمتحنوا في اول الترم الثاني. ده اخر حاجه، بس الكلام ده قبل ما الدوشه دي تحصل وقبل ما كل الكلام ده يحصل. تمام، فانا لسه يعني هكلمهم هو بص على الموضوع، بس موضوع الوقت، موضوع الوقت هيكون قليل على عدد المسائل، هو ده بس. لا لا ما تخافش، يعني هو انت بتحل مساله في نص ساعه مش كده؟ لو اربع مسائل انا معرفش الدكتور عمرو هيجيب كم مساله. المساله زي المساله بتاعت الهيدا كافر ستيم جنريتور، يعني حضرتك تخيل ست معادلات وست معادلات هتحلهم مع بعض. مين قال ست معادلات؟ ست معادلات مين قال؟ مين قال الكلام ده؟ ما اعرفش ايه ست معادلات اصلا اللي انت بتتكلم عليه. بتوع السنه اللي فاتت بتاع لا لا مش ست معادلات، في ست مجاهيل دي ماشي، مش 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 مسالتنا دي. المساله ما كانش فيها ست معادلات في ست مجاهيل. حلوها بقى وابعتوها لي عشان شكلكم بتحلوها غلط. هو ده ريبورت احنا نعمله المفروض ولا هو احنا كان في ريبورت السنه اللي فاتت، بس انا ما طلبتش السنه دي ريبورت. ما طلبتش ريبورت السنه دي، انا عملت السنه مع الدكتور عمرو كلها، فانا مش زي ما انا قلت كده ان انا هتبقى واخد 40 بس كده، هو على قد الجزء بتاعي احنا تقسيمه المحاضرات، يعني بحيث ان انت ما تظلمش، يعني انت ما تظلموش كلكم. في محمد سلامه كان عاوز يتكلم. بقول لحضرتك يا دكتور بعد اذنك، البروجكت اللي دكتور عمرو كان منزله، هو كان منزله ان بتاعه يعني مش ديدلاين، في مناقشه او في فيرست ريبورت هيتسلم يوم 28/2، ده هيفضل قائم برضو ولا هيتاجل؟ يبقى هو يبقى هو قدم لكم كده، هو يبقى هو هيمتحنكم فيه. انا هكلمه الدكتور عمرو، يعني هكلمه هبعت مع عن طريق عمر او هخليه يبعت لكم ايميل هو. ماشي. طب يا دكتور رجاء بعد اذنك، هو ما ينفعش ان ده يتاجل لبدايه الترم الثاني؟ ما هو كده بدايه الترم الثاني، ما هو بدايه الترم الثاني 28/2 يا دكتور، بيقول لحضرتك 28/2. لا يعني احنا هنخليه لا مش هيبقى فرصة الامتحانات اكيد، تمام يعني هيبقى فرصة الامتحانات. لا لا مش هيبقى فرصة الامتحانات، يعني ما اعرفش بص احنا ما نعرفش حاجه غير يوم 14. هيبقى في قرارات هتنزل من مجلس اعلى الجامعه، احنا بنعرف احنا ماشيين على ان الامتحانات هتبتدي يوم 20. تمام. تمام. الفاينل بتاعه كان الترم الثاني، بس هو كان مكتوب ان في تسليمه اولانيه منه. احنا عملنا احنا من السنه اللي قبل اللي فاتت عملنا نفس الحكايه، كان الريبورت كنا بنسال شفوي فيس تو فيس، ما اعرفش السنه دي هتنفع ولا لا، في الريبورت اللي انتم بتعملوه ده. تمام، كل واحد بيعمل برزنتيشن، ده السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا عملت لهم امتحان شفوي من غير مشهور. تمام، فهو السنه دي كده الدكتور عمرو كان اميل ان هو في حد ظهر عاوز يخش، مش عارف ليه مش عارف يخش. ثواني بقى، في حد كان عاوز يخش، ثواني كده. معايا؟ سامعيني كده؟ مع حضرتك يا دكتور. بس كان في حد عاوز يخش 8، فايه؟ هنخليهم يخشوا. الظاهر في ايه؟ مشكلة. مش عارف ليه مش عارفين يخشوا، المفروض اسمهم اسجل في السيستم يعني. ما علينا. تمام؟ كنت بتقول ايه؟ بالنسبة للمشروع؟ بالنسبة للمشروع بالنسبه للمشروع، يعني انا جات دلوقتي ما اللي انا هاكده لك ان اكيد المشروع مش هيتسلم في وسط الامتحان،
يعني انت عندك ما عندك مواد تانية، وانا مش عاوز اصهر فيك في المواد التانية، يعني ده حاجه لوجيك. يعني مثلا ما يكونش عندك مثلا تربو ولا تبريد وتكييف ولا كنترول ولا اي ماده من اللي عندكم، وانا اخليك تسلم الامتحان قبليها بيوم مثلا، حسب الماده دي وذاكر الماده بتاعتنا. لا تمام تمام. فهو ممكن يبقى اسبوع بعد الامتحان يبقى زي الفل. ماشي شكرا يا دكتور. يعني اسبوع بعد الامتحان وهديك بقى ميعاد النهاية بالتنسيق مع الدكتور عمرو. تمام تمام. حد تاني عاوز يسأل بالنسبة للامتحانات، بالنسبة لأي حاجة عندكم مشاكل فيها؟ مصطفى برضو لسه رافع ايديه. انت لسه رافع ايديك ولا دي من زمان؟ لا 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 ده من زمان. هو بس كان في جداول نجيبها معنا في الامتحان ولا حاجة، ولا هناخد الجداول بتاعت الستي؟ لا لا ما فيش جداول، لو في حاجة بنطبعها احنا داخل الامتحان. يعني لو في اي حاجة بخصوص جداول هنلاقيها موجودة في اما في الامتحان، اما جداول الستيم يبقى هتجيلك كجداول. وعاده لما بيبقى في جداول الستيم بنخليها مش اول مساله على اساس عمال ما يوزعها لكم عشان ما تتاخروش. ما تخافوش، احنا بقى لي 35 سنه في الشغلانه دي. تمام تمام. يعني انا معاكم مش ضدكم يعني، بس بالاصول. تمام تمام. يعني ان شاء الله. شكرا. ماشي. محمد جمال ولا محمود جمال، كان في حد كان عاوز يرفع ايديه وبعدين؟ ايوه دكتور، يعني حضرتك قلت هيبقى ليك مسالتين وكده في الامتحان، ودكتور هاني دكتور عمرو البنهاوي هيبقى هاني اهو. انت مش عارف مين بيديك؟ لا معلش بس دكتور عمرو البنهاوي هيبقى برضه ليه مساله واتنين. هو هيقول لك انا ما اعرفش دلوقتي، بس مش هيبقى في برضه اتنين، يعني مش هيزيدوا عن كده. بس يعني كل ما مسائل بتزيد كل ما موضوع ساعتين بس. هو يعني الواحد بيدخل الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم بيقرا الورقه كده، يعني بيبص في ساعه نص ساعه راحت كده يعني لسه حتى ده. لا لا ما انت تحل بقى تضغب نفسك، مفيش حاجه اسمها تدخل تغمى ورقه في نص ساعه. دي انا بتكلم الوقت بعد بسرعه يعني مش لا ما هو انت في امتحانات مش كده. الامتحانات دي ثلاث ساعات اللي احنا اللي انت اللي عندك كلها ثلاث ساعات كم سنه اللي فات من اول 2017 تقريبا بنيت. تمام. الامتحانات دي اتدرب عليها، يعني اتدرب على حل الامتحانات وحط طايم ان انت تحل مساله في نص ساعه. ماشي ماشي ماشي. الكلام ده مش هقول له انت في رابعه. ماشي انت في رابعه، المفروض الكلام ده بتعمل من اولى يا دكتور. هم بس يعني الناس كلها بتتكلم في فكره ان فعلا مسائل الثيرمال طويله، يعني طويله جدا. يعني حتى مساله اللود ديفيجن اللي كانت في اول المنهج دي، دكتور عمرو كان جايب لنا واحده في الميد تيرم وما لحقناش نخلصها، يعني والميد تيرم كان حوالي ساعه. المشكله في ان انت مش بتتدرب يا عمرو. والله يعني دكتور بنتدرب، يعني بنحل الشيت بايدينا. نعمل طيب بتحل الشيت في قد ايه؟ خد تايم بقى، اعمل لنفسك تايم. يعني اعمل لنفسك تايم، انت بتحل المساله دي في قد ايه؟ تمام. يعني باشمهندس احمد السيد بيكون حلل المساله مثلا في يعني في 3 4 ورقات وش وظهر. فاحنا احنا احنا إيه؟ انا هلحق اكتب 3 4 ورقات في نص ساعه بحساباتي بشغلي؟ اكيد لا. يعني المساله فعلا بتبقى طويله كحل. لا لا ما هو احنا مش بنجيب المساله كامله، هي بتبقى في حتت من المساله بنسال فيها. تمام. السنه اللي فاتت كانت المساله ليها ساعه الا ربع، مش كده؟ هتختلف عن السنة دي المسألة ليها نص ساعة. هو مش عشان نفس العدد يبقى نفس المحتوى معايا؟ تمام. يعني مش عشان نفس العدد لأن في مواضيع كتير عاوزين نسألكم فيها، لكن هنسألكم في كل موضوع بما يوازي الوقت المتاح لينا ان احنا نسأل فيه. تمام تمام تمام. وبعدين احنا لسه ساعتين حضرتك تتكلم في الامتحانات، احنا ممكن نتضارب ونحل الامتحانات، بس مفيش ما نعرفش الاجابات بتاعتنا ممكن تكون صح ولا لا. فلو في موديل انسر المعيدين ينزلوهم لينا بخصوص الامتحان بتاع السنه اللي فاتت. والله في موديل انسر انا عندي، ما هشوف كده موديل انسر، لان انا المفروض بعمل موديل انسر للامتحان، هدور لكم عليه بس وممكن انزله بخط ايدي كده.
يعني المفروض ان بيبقى في موديول انسر قبل ما اسلم الامتحان، بيبقى في موديول انسر، تمام؟ مش بدخل الامتحان وبحلل المساله مثلا في ربع ساعه، بسيب لكم انتوا ساعه الا ربع، يعني مش طبيعي عشان انت بتفكر. نتكلم على الامتحانات بتاعت السنه اللي فاتت. ما انا بقول لا، ما احنا لسه السنه ما حطيتش عشان دي عشان يبقى في موديول انسر، لسه ما حطيتش الامتحان. تمام يا دكتور حاتم. انا مش هحط الامتحان غير بعد المحاضره دي، لانه عشان انا يعني مش بحب ان انا نتقابل بعد ما احط الامتحان. حضرتك بتقول ما فيش غير ام سي كيو بس، وما فيش نظري تاني في الامتحانات؟ في نظري كومنتس، كومنتس في مسائل او حاجه على الانسر في مسائل. في مسائل بس اسال مسائل، يعني ما فيش ديفينيشن عارف البيتش بوينت او اي حاجه؟ ما فيش الكلام ده؟ ممكن الديفينيشن يكون في الـ في الام سي كيو. ما تحفظش بقى. يعني ده ايه ده؟ الترم ده بيقول ايه؟ الترم ده معناه ايه؟ تمام؟ فلازم تبقى فاهمه. انا مش عاوزك تحفظ، انا عاوزك تفهم. ماشي؟ تمام تمام. بس هي بس المشكله في الوقت. فين يا استاذ؟ لا هو انتوا جايز، انتوا قاعدين بقى لكم 7 اسابيع. ما احنا ذاكرش يا شباب، هو بس الحاجات دي جت على دماغنا. هي المادة دي عاوزة أسبوع مذاكرة ولا إيه؟ عندكم كم مادة؟ عندنا 6 مواد. 6 دكتور. أي 6 مواد، 7 أسابيع مش هذاكروا. يلا. ما إحنا كنا شغالين في مشروع قرار. لا بيا. ومشروع السلم. طب ما لازم. كنترول برضه والتربو، كان في حاجات كتير عندنا الحاجات دي. ما الامتحانات بساعدك تذاكر. يلا ما علينا. عندكم اسئله في المحاضرات بقى نبتدي في المحاضرات. حد بصع محاضرات ولا ما ذاكرتوش؟ دكتور بصينا عليه. بصينا ثاني محاضره. دكتور لو سمحت. مين معاك؟ محمود عبد الكريم. محمود عبد الكريم. في المحاضرة رقم 5-2. المحاضرة رقم 5. بارت 2. المحاضرة رقم 5. المحاضرة رقم 5. اللي هي أنهي سلايد؟ في السلايد رقم 13 اللي هي الفاريبل أو السلايدنج بريشر أوبريشن. في الجوفرنينج بتاع الجاستر باي سلايدنج اوبريشن. ثواني كده انا بحاول ان احنا مع وصلت لكم بتحمل بس. بتحمل اللي هي محاضره قلت لك ايه؟ 5 بارت 2. انا مش مقسمها بقى سلايدنج اوبريشن. اسال بس، اسال عمال ما اوصل. هو دي انا مش فاهمه بس، يعني هو حضرتك قلت فيه اللي هو الثروتلينج ده فهمته، بس في السلايدنج او فاريبل بريشر دي ما فهمتش بنعمل ايه بالظبط برضو، يعني ايه اللي بيحصل بس كده. طيب هو طبيعي احنا عندنا بيبقى في عندنا زي ما احنا قلنا في 4 طرق للكنترول على اللود. لأما ان هو بيعمل لي بيغير لي ضغط ال فيهم 3 طرق. ضغط البويلر بيبقى ثابت او الهيت ريكفري ستيم جنريتور، يعني في 3 طرق ضغط الستيم جنريت الضغط البويلر او الهيت ريكفري ستيم جنريتور بيبقى ثابت. اوكي. وفي طريقه واحده الضغط بيبقى متغير، هي دي اللي هي بيسموها سلايدنج كنترول او فاريبل بريشر. يبقى فاريبل بريشر ده بيغير في ضغط البويلر نفسه، يعني مش بيعمل ثروتلينج، مش بيعمل كنترول فالف ان هو يغير في الضغط بتاع الستيم اللي خارج من البويلر. لا، ده هو بيغير ضغط البويلر، وبناء على تغيير ضغط البويلر بيغير اللود.
ما هو في الثروتلينج لما بخنق على الستيم، ما هو بغير في البريشر بتاعه برضو لا بتتغير في البريشر بتاع ايه؟ بتاع الستيم، مش لما بعمل ثروتلينج، مش انا بخنق عليه، البريشر بتاعه برضو. ضغط البويلر اللي هو قبل كده يعني في البويلر نفسه. البويلر ايه، ثابت ولا مش ثابت؟ لا ثابت. ثابت هنا يعني هنا بنغير في ضغط البويلر. انهي احسن؟ نعم انهي احسن؟ الاحسن الاولاني اللي هو بتاع اللي هو الثروتلينج. يا راجل مش قلنا عشان دوم بنعرف نعمل ريكفري؟ امتحانكم شفوي بقى. مش قلنا بنعمل ريكفري نعرف لو عايزين نزود اللود تاني؟ لا، هو الثروتلينج دايما عمليه غير مستحب، مش كده؟ مش علشان علشان الباور بتاعه وكده. لكن هنا انت بترفع الضغط وتنزله عن طريق ان انت بتقلل قيمه الوقود او تزودها، فانت كده هو الانبوت عندك بيتغير، تمام؟ وبالتالي يبقى الكفاءه هتبقى ايه، ثابته او احسن. احسن من احسن من الـ 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 الكلام ده، لكن في طبيعي عيب في الطريقه دي ان الريسبونس بتاعها بيبقى بطيء. ده في السلايدنج بريشر. ايوه عشان انت عشان تقلل البريشر او تزوده هتاخد وقت، الريسبونس بتاعها بيبقى بطيء، هي دي العيب بتاعها. يعني لو جه سؤال يبقى انهي اللي احسن، الثانيه؟ يعني هنتكلم بقى في الاثنين كده، هو نقول عشان اقول لكم بس، اما حد يسالك ايه الاحسن وايه الاوحش، مفيش حاجه كويسه قوي ومفيش حاجه وحشه قوي، فانت بتقول الميزات دي بتاعت دي والعيوب بتاعت دي وتابع الابلكيشن بتاعك. تمام. لكن من وجهه نظر الطاقه اللي انتوا قسم انرجي، مفروض ان انتوا قسم ميكانيكا قوة ده وانا المسؤول عن الطاقه، تمام؟ من وجهه نظر الطاقه الطبيعي الايه السلايدنج افضل. من وجهه نظر التشغيل لا، ممكن يكون ان الريسبونس بتاع السلايدنج يكون ابطا من الريسبونس بتاع السويتش، تمام؟ فتستخدم في بعض الابلكيشنز بس اللي هي وزاوت درام، اللي هي درامليس، اللي هي احنا سميناها ايه، وانس ثرو هيت ريكفري ستيم جنريتور او وانس ثرو بوينت، دي تستخدم معاها دي. ليه؟ لان انت ما عندكش كتله وبالتالي الريسبونس هيبقى ايه، هيبقى سريع في الحاله دي. يعني الدراملس بنستخدم فيها السلايدنج بريشر. اكيد. تمام. حد سؤال تاني؟ احنا ما جبناش لغايه بس يعني السؤال تجاوب كده، انت فهمته كده؟ مين كان بيسأل؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. انا كان نفسي ان كل واحد كان يطلع الاسئله بتاعته يعمل هو شير، لان انا ما هعمل شير هقعد وقت يطلع، يعني ممكن يعمل شير بس يرفع ايديه زي ما كده. الناس في ثلاثه عندي، انا شايف ثلاثه، ممكن اكتر، ثلاثه بس هم اللي رافعين ايديهم. تمام، هنبتدي بهشام كده بترتيب اللي ظهر رجلي. هشام عبد الرازق. ايوه دكتور، لو سمحت حضرتك سامعني؟ انا سامع. تمام، لو سمحت، مش انا المفروض في الهيد ريكفري ستيم جنريتور دوت ان انا الاحسن عندي ان الستيم يطلع باكبر تمبريتشر، بما ان يعني ان الغاز بتاعي ما يعملش سوكس على التشيمني، ما يعملش ايه، سوكس على التشيمني. يعني انا في مصلحتي ان انا اخد اكبر من الغاز بتاعي، انقل يعني ازود بيها حراره الستيم اللي معايا. تمام. اصلا انا كنت قريت في كتاب ان اللايف ستيم تمبريتشر لو زادت ممكن تقلل من التيربين اوتبوت بتاعها، الورك بتاع التيربين. ال انا الورك بتاع التيربين، انا تيربين الورك اللي هي الستيم تيربين، لا الجاز تيربين. لا هو انا يعني ده قريته في كتاب، هو اللايف ستيم تمبريتشر بيقول لو زاد
لو زاد ممكن يأثر عن الورك اللي بيطلع من التربين. الكتاب حتى اسمه رولف كيل هوفر كومبايند سايكل كاستين تربين، بيقول لايف ستيم تمبريتشر ريزنج ان لايف ستيم تمبريتشر كوزز ا سلايت ديكريز ان ستيم تربين اوتبوت، هيسبب نقص في الستيم تيربن اوتبوت. دي في انهي حاله؟ نعم في الحاله بتاعه الكومبايند. في حاله الكومبايند. دي في حاله الكومبايند. طب وانت كنت بتعمل ريهيت او ترفع درجه الحراره كان بيحصل ايه؟ المفروض ان الانصلب بتاعه الستيم تعلى. عشان ايه؟ عشان تزود الباور. عشان ازود الباور. هو في الحقيقة التمبريتشر لما بتعلى ما بتزودش الباور قوي، هو الضغط هو اللي بيزود الباور، التمبريتشر ما بتزودش الباور قوي، لكن ما اقدرش اقول انها بتقلل الباور، يعني ما بتقللش الباور، هي ما بتعلى هي هم بيعلوها علشان يحافظ على ريشة التربينة ما يحصل لهاش ايه، ما يحصل لهاش كروج. تمام. ده السبب الرئيسي، لكن على اساس انها تعلي الباور او تعلي الافيشنسي بتبقى ايه قليلة شوية، تأثيرها قليلة. تمام. لكن ما اقدرش اقول انها بتقلل الباور، يعني نقول ان الباور بيبقى الى حد ما ثابت، الى حد ما ثابت. تمام. يعني هو بيقول لك تمام. تمام خدناها دي. بص انتوا انا ما بديكمش حاجه جديده، انا بديكم ابلكيشن على اللي انتوا خدتوه في تانية ميكانيكا. تمام. فكل اسئله كل اجابات هتلاقيها من تانية ميكانيكا. تمام. شكرا دكتور. نعم. مروان. مروان. ايوه دكتور حضرتك سامعني؟ سمع. هو كان عندي سؤال في اللي هي الليكتشر 5، كان في كومباريسون ما بين الامبولس والرياكشن، فكان في حته بتقول في ان الامبولس توربين بيكون فيها بريشر دروب اكبر، فعشان كده بن النمبر اوف ستيجز بتاعتها بتبقى اقل. اللي هي اني فيهم الامبولس توربين مالها البريشر دروب فيها بيبقى عالي، فالنمبر ستيجز بتاعتها بتبقى اقل في الاول. ايوه مش فاهم ليه يعني عشان النوزل بيقلل البريشر قوي، يعني النوزل في الامبالس تربين. تمام. انت بتحتاج لان انت علشان تحصل على كينيتيك انرجي عاليه، احنا الرياكشن الرياكشن، وانا كنت قلت لكم في المحاضره ان كلمه رياكشن دي هي مجازي، يعني هي المفروض انها تبقى امبالس رياكشن تربين، بس نظرا ان ما فيش رياكشن تربين. تمام. اللي هي تعتمد على ان البريجر يتحول الى ميكانيكال انرجي، التغير في البريجر يتحول الى ميكانيكال انرجي، فاحنا بنسمي اللي عندنا دي رياكشن تربين. فرياكشن تربين انت بتحول الميكانيكال انرجي، بتاخد جزء من كينيتيك انرجي وجزء بريشر انرجي بتحول له الميكانيكال انرجي، ده في الرياكشن. في الامبالس تربين بتحول الكينيتيك انرجي لميكانيكال انرجي، ما بتتعاملش الموفينج بليد لا تتعامل مع البريشر، وبالتالي انت محتاج ان انت تزود الكينيتيك انرجي قوي عشان تحصل على كميه معقوله او مقبوله من الميكانيكال انرجي. عشان تزود الكينيتيك انرجي قوي يبقى لازم تقلل البريشر قوي. تمام. فبالتالي انت مثلا لو عندك مثلا الضغط مثلا 100 بار وعاوز توصله للضغط الجوي، تمام، فانت يبقى النمبر اوف ستيجز بتاعتك هتبقى اقل في حاله الايه، في حاله الامبالس، لان انت بتقلل الضغط قوي عشان تحصل على كينيتيك انرجي عالي. تمام. واضحه بس في الامبالس احنا قلنا البريشر بيفضل ثابت، بريشر بيفضل ثابت، ده في موفينج بليد، انما في الباكت لكن لا، الباكت اللي هي موفينج بليد اسمها، احنا سميناها باكت. تمام. ايوه في النوزل
هو الستيج بيكونها من ايه يا مروه؟ تمام، نوزل في الاول. اي ستيج بعد... النوزل اللي هي فيكسد بليد مش كده؟ تمام، النوزل هي فيكسد بليد، والفيكسد بليد الضغط بينقل فيها. ايه وظيفه الفيكسد بليد؟ انها تجايد الفلو، تجايد الفلو ان هو يخش على على الباكت تانجنشال بس كده يعني. لا، في ليها اكيد ليها كذا ابلكيشن يعني، بس هو لا ده الوظيفه، لا دي الوظيفه في الامبالس. الفيكس بليت وظيفتها ايه؟ بنسميها ايه؟ طيب يا اسم تاني ايه يا دكتور؟ نوزل بتقلل الضغط وترفع السرعه. بتقلل الضغط وترفع بالظبط كده، بتقلل الضغط وترفع السرعه. تمام تمام. فانت في النوزل عاوز تقلل الضغط قوي وترفع ايه؟ السرعه. وترفع السرعه، لان هي السرعه دي هي اللي بتتحول الى ميكانيكال انرجي. تمام، يعني الضغط ما بيتاثرش. يعني تمام. ايه اللي بيتحول لميكانيكال انرجي؟ ميكانيتك انرجي. وبالتالي انت عاوز كينيتك انرجي عاليه تدخل على الباكت. تمام، وبالتالي بتقلل الضغط كبير كتير جدا في الايه؟ في النوزل. تمام، واضح. عمر. عمر ماشي. ايوه يا دكتور، انت رافع ايدك مش كده ولا انا؟ رافع ايدي. معلش، بقالك كتير لا، بس انت كنت اخر واحد في القايمه، بس انا باخد بالتنفيذ من فوق لتحت عشان ما انساش حد. تمام. في التايبس اوف كومباستورز، حضرتك لما كنت بتتكلم على الكان، على الكان كومباستور، قلت في دلتا تمبرتشر ما بين اعلى تمبرتشر والمينيمم تمبرتشر. بيسموها سبريد تمبرتشر. سبريد تمبرتشر، في المحطات بيسموها سبريد تمبرتشر. يعني لو رحت في المحطه قلت له سبريد تمبرتشر هيبقى فاهم ان انت بتقول، هيبقى فاهم ان ده فرق، اللي هو الفرق ما بين ماكسيمم ومينيمم. ماكسيمم ومينيمم تمبرتشرز بقى بتاعت ايه؟ بتاعت الكانز. مش هما احنا مثلا نفترض ان احنا عندي 8 كان او 16 كان او 24 كان مثلا. 8، خلينا في 8 كان. تمام. هل الكانز دي كل الغازات اللي طالعه منها، كل برودكت جازس اللي طالع منها متساويه درجه حرارتها؟ اكيد لا، اكيد لا، لان مهما حتى لو مصنعه مع بعض تيبيكال فبيبقى برضه في اختلاف. طب ايه الاختلاف الاختلاف المسموح به؟ يعني رفلي كده هو، الا اذا كان شركه مصنعه اي غير كده، حوالي 50 درجه، اللي هي ما بين ايه؟ ما بين درجة اعلى درجه حراره بالنسبه لاي كان فيهم، مثلا نفترض ان اعلى درجه حراره في كان رقم 3. تمام، فدي كانت اعلى درجه حراره، اقل درجه حراره في كان رقم 5 مثلا. تمام، فالفرق ما بين درجة الحرارة اللي في الكان رقم 3 ودرجة الحرارة في الكان رقم 5 دي بنسميها السبريد تمبريتشر. السبريد تمبريتشر، ودي بتبقى وزين 50 درجة. تمام تمام، الا اذا مصنع ذكر غير كده. تمام يا دكتور. تمام ماشي. محمود. محمود مين؟ محمود. ايوه دكتور محمود عبد الكريم. عبد الكريم، معلش، اللي ساعات بيطلع لي اسم في الاول وساعات ما بيطلعليش اسماء. تمام تمام تمام. محمود عبد الكريم. تمام، في نفس المحاضره برضو اللي هي 5 بارت 2، انا ممكن اعمل سكرين من عندي في حته بس عايز اوريها. اعمل هقفل انا السكرين بتاعي خلاص. ماشي، انا هقفل. تمام ماشي. أنا المفروض قفلت، ما قفلتش ليه؟ كمل، افتح انت بقى. أيوه خلاص، ما وصل عندي، ما أعرفش أكيد وصل عند الزمايل. محمود. وصل يا دكتور. محمود بقى هو اللي بيتكلم، محمود عبد الكريم. فين السؤال؟ أيوه يا دكتور حضرتك، معلش كنت عامل ميوت، معلش حضرتك سامعني؟ انا سامعك كده. حضرتك في السلايدز دي كنت عامل كومباريزون بين الكولينج بالستيم والكولينج بالاير. تمام؟ ايوه. وحضرتك قلت في الستيم احسن لان احنا ما بنستهلكش اير جاي زياده من الكومبريسور وبضيعه، فبيقلل الافشنسي بتاعت الجاستر باين توتال. تمام.
طب بس هنا في المقارنة الاير فلو ازيد في الـ في الستيم، يعني اللي انا مشاور عليها ايه، ازيد في الستيم مش في الـ مش في الـ مش في الكولينج، مش في الاير كولينج. تمام، ما باور ازيد، باور ازيد قد ايه؟ ما هو الباور ازيد بس احنا قلنا الاير فلو اقل. لا احنا اما نيجي نتكلم على كده يبقى نتكلم على نفس باور اوت، لكن هنا انت مزود الباور كام. طب اقول لك حاجه بقى يا محمود، ايوه اسالك سؤال. ها ايوه، تقدر تقول لي بقى طبيعي المقارنة اللي انت بتقارن بيها دي مقارنة غير عادلة؟ انا عاوز مقارنة عادلة، ازاي اقارن ما بين الماس هنا والماس هنا بتاعت الهواء لنفس الباور صح؟ لا انت هنا باور مختلف. لنفس الافيشنسي؟ لا الافيشنسي مختلف. هنا تعمل ايه؟ حد عنده فكره يعمل ايه هنا علشان نقدر نقارن؟ سيميلاريتي يا دكتور ما بين الاثنين، نجيب سيميلار للسيفن اف اي وتكون الاثنين على بعض. نعم نقسم الاثنين على بعض، ممتاز، نقسم على بعض ونجيب رقم يعني بقى نقسم الماس فلوريت، حد بقى يقسم لي 953 على 263 يشوفها هتطلع كام. مين فتح؟ خلينا في الشاشة بتاعتنا، حد فتح ال... انتوا كده بتتحكموا انتوا في تمام. اقفل يعني من عندي ولا سيبها زي ما هي؟ لا خليك زي ما انت، كان في حد فتح الشاشة تانية يعني. ايوه دي بقى اللي هي كان فيها اللي فيها اسماء الناس. مش عارف اقفل يا عبد الكريم ال تيمز عشان نشوف السلايدز. تمام رجعتها. يلا حد يعمل لنا بقى 263 على 953 على 260. هو احنا كده بنعمل ايه يا دكتور؟ معلش عشان انا مش فاهم برضه. بنعمل دايمنشن ليس. انت لازم لما تقارن بحاجه تبقى دايمنشن ليس، طالما الباور مش واضحه مش واحده يبقى دايمنشن ليس. هتقول لكل كيلو لكل ميجا وات انا بستهلك هواء قد ايه، مش كده؟ لازم المفاهيم دي تبقى معاك كمهندس. تمام انت لو قسمت دول على بعض، تمام لو قسمت دول على بعض هتطلع بتاع كام؟ بالنسبه ل 7 اف اي طلعت 3.6. طب والثانيه 3.07. طيب يعني 3.6 قلت فعلا من 3.6 ل 3.07. تمام بس انا كده ما قارنتش الانثالبي يا دكتور ببعض، انا كده قارنت الماس فلويد. انا كده قارنت الماس فلويد كميه الهواء، كميه الهواء بس، كميه الهواء. لكن لو هقارن الانثالبي هتبقى حاجه ثانيه بقى. لسه هنقطع في حاجه بس كميه هواء هتقل، كميه الهواء اللي داخله عندك هتقل. يعني الريشيو دي هتبقى ثابته يا دكتور؟ يعني خلي بالك في كذا بارامتر، بريشر ريشيو واللي فيه بريشر ريشيو برضه زادت اهي، يعني شايف البريشر ريشيو، ففي كذا بارامتر. تمام، فهي العمليه عاوز بس هي رافلي كده هو كميه الهواء اللي انت بتستخدمها بتقل وبالتالي الباور اللي انت بتستهلكه في الكمبريسور بيقل. بس يعني هو الباور بتاع الكمبريسور بيقل، بس احنا لو عملنا السيميلاريتي لل 7 اف اي خلينا الباور بتاعها 400 ميجا وات، اظن ده هيبقى عادل اكتر يعني. ممكن نعمل اي حاجه هندسيه صحيحه نعملها، ماشي. هي السيميلاريتي ان انت بتجيب دايمنشن ليس نمبر كمان بالظبط. بعلي بشوف التربينه اللي الباور بتاعها 400 بنفس مواصفات ال 7 اف اي هتكون السبيكس بتاعتها ايه. بالظبط كده، بالظبط تمام. بس ماشي، هي ده سؤال يا محمود؟ ايوه دكتور تمام. يعني الريشيو دي هتبقى ثابته بعد كده معايا؟ يعني ايه؟ يعني احنا جبنا الريشيو الديزاين بتاع ده تبع الديزاين بتاع التربينة. هتبقى ثابته للديزاين ده للتربينه دي.
اكيد اه تمام ماشي بس تمام. بس تبع الديزاين يعني ما نقدرش ان نقول انها ثابته وتبع الديزاين تبع الشركه تبع الديزاين حتى. تمام اسعار بارامتر كتير لو رفع البريجر ريشيو هتتغير لو رفع يعني تبع الديزاين او رفع فاين تمبريتشر هتتغير. تمام معلش بس سؤال كمان يا دكتور معلش هشيل بس دي لا اتفضل انا هنا عشان تسأله. طيب في الكومبوستشن تشيمبر حضرتك يعني احنا دلوقتي بندخل الفيول مع الاير في الاول تمام بعد كده بيبقى فيه دايليوشن اير. طيب الاير والفيول في الاول خالص بيحصل بيلحق يحصل له ميكسينج قبل الحريق. طب ماشي طب ايه طب في مش في حاجه اسمها سويرلر احنا اتكلمنا عليه في المحاضره. سويرلر اللي هو الفانا دي اللي واقفه دي اللي بتعمل لي سويرل موشن بالسويرل وفي في كذا طريقه او اتجاه النوزل في كذا حاجه بتعمل لك ميكسنج جيد. تمام تمام طب والاير تو فيول ريشيو في البرايمري زون بتبقى الاير اكتر ولا الفيول اكتر؟ لا بتبقى لين سلايتلي لين ده في الاول بعد كده ده غير الهواء اللي هيخش كمان بعد كده. يعني بيبقى اكنه حريق في كومبا في 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 بويلر عادي. طيب طب في بويلر عادي بيبقى فيه من 10-15% هواء زياده. طب لو عملنا بقى الكومبشن بريميكسد قبل ما يخش على الكومبشن تشيمبر بيبقى حالته ايه؟ انا بعمل له ميكسنج بره لين برضه نفس. طيب وبيخش بعد كده اللين دون في الاول بيتحرق بيبقى فيه دايلوشن اير برضه في البريميكسنج. تمام تمام ماشي يا دكتور شكرا. حد عنده اسئله؟ مين؟ ايوه دكتور عمر. في المقارنه اللي كنا بنقارن ما بين الامبلس والاكشن امبلس توربين كنت حضرتك بتقول سبيد اوف توربين از هاي في الامبلس وسبيد اوف توربين از لو في الاكشن. ايه المقصود هنا بسبيد؟ عشان المفروض يعني ان انا كده ابقى مشغل التوربين على 3000 او لو في بولز معينه لو كل ابص على طب شيار لي دي يا محمود عمر. طب ثواني حاضر معلش ثواني يا دكتور بس اجيب السلايد. لا لا براحتك ما فيش مشكله. طب يعني يا دكتور ثواني معلش كانت طب ثواني انا هحاول اطلعها من عندي دي في الليكتشر فور. لا فايف دي فايف لا فايف بعد بتاعت التوربينز مش بتاعت الكومبوست. طيب انا واحده انا طلعتها من عندي بس قول لي انهي نقطه اخر واحده الكومبايزون ما بين الاكشن وال ايوه انهي واحده بقى انهي نقطه. حاضر ثواني انا طب ممكن حضرتك تعمل شير للسلايدز اللي بتاعه السبيد البوينت بتاعه السبيد كانت في الاخر اخر نقطه مش كده. انا كنت بكتب بس في المحاضره فانا مش عارف هي انهي نقطه في الجدول بالظبط
كنت بكتبها حضرتك. اهو تمام. اه اخر نقطه خالص, ستيم فيلوسيتي از فيري هاي ذيرفور. اه ستيم مش سبيد. ما هو بيتكلم, ما هو بعد بيقول بقى ذا فور سبيد اوف توربين از هاي. لا 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 بس احنا نقول ايه, نختار الستيم الستيم فيلوسيتي مش السبيد بتاع التربينه. السبيد بتاع التربينه هو 3000. ما هو بعدها بيقول ذيرفور. انت خدت مع الدكتور مع الدكتور اشرف التربينة ولا لسه ما خدتوهاش؟ لا لسه الترم التاني. اه الترم التاني. تمام. في حاجة اسمها exit velocity. exit velocity. تمام. في حاجة اسمها exit velocity. فالستيم velocity is very high بالنسبة للإمبالس تيربين, يبقى دي الافيشنسي بتاعتها أقل. معايا؟ تاني كده. الستيم velocity is very high. تمام. هحاول ان انا اجيبها لك دلوقتي. هحاول اجيبها لك اشيرها. تمام اتفضل. انتوا هنا دكتور, مش احنا قلنا ان الامبلس تربين بيبقى الافشنسي بتاعتها عاليه في الستيجز الاولانيه بس بالزبط. بس بعد كده بتبقى اقل في الاستيجز اللي في الاخر, عشان كده بنخليها رياكشن في الاخر. شيرت كده عندك؟ اه طيب. هنا الستيم فيلوسيتي از فيري هاي, مش كده اخر نقطه؟ اه اخر نقطه. تمام. الستيم فيلوسيتي از فيري هاي. تمام. انا عندي الستيم فيلوسيتي دي تعتبر ايه, هي ايه؟ كينيتيك انرجي بتاع الستيم. تمام. فالستيم فيلوسيتي از فيري هاي معنى كده ان في كينيتيك انرجي ما حضرتش احولها الى ميكانيكال انرجي. صح. تمام. بينما يبقى هنا الكفاءه بتاعه الامبالس باين ايه, اقل من الكفاءه بتاعه الستيم رياكشن تربان. زميلك كان في حد بيسال على حاجه تانية. كان في حد بيسأل على انت قلت ان الامبالس في لو جيت اقارن الامبالس, انت انا قلت الامبالس في الهاي بريشر بتبقى اعلى ككفاءه من الرياكشن. تمام. ده الكلام ده وانا احنا قلناه في المحاضره. تمام. ده ليه اعلى؟ عشان الكليرنس يا دكتور. عشان كده, عشان في لوسز. اللوسز ما فيش لوسز في الامبالس, ما فيش ليكج لوسز في الامبالس, بينما ليكج لوسز هتبقى عاليه في الرياكشن. لكن لو انا قلت ان ما فيش عندي ليكج لوسز, فالرياكشن بتبقى اعلى دايما من الامبالس. معايا؟ تمام. يعني رياكشن كرياكشن تربين ان جنرال هي اعلى من امبالس, لكن لما باخد الايفكت بتاع اللوسز بتاع الليكج لوسز, فرياكشن الافشنسي بتاعتها بتقل في الهاي بريشر, عشان اللوسز من الليكج لوس هتبقى عاليه في الهاي بريشر, وبالتالي الامبالس هيكون افضل في الهاي بريشر. معايا؟ تمام دكتور. يعني الستيم فيلوسيتي دي اللي بيتكلم عنها اللي هي الاكزيت فيلوسيتي, يعني الاكزيت فيلوسيتي, فدي في المراحل الاخرانيه. تمام. بس بعدها بس هو بيقول بعدها therefore the speed of the turbine is high. يعني ايه بقى, ايه قصده بالسبيد اوف توربين هنا؟ لا دي بقى دي هنا هو دي هنا هو طبيعي. مش بيقارن زي برضو النقطة اللي كان بيسأل فيها محمود من شوية. هو كده سايب بقى مش مثبت السبيد, يعني بيقول السبيد دي مش under control. لو سبتها بدون control, مين السبيد بتاعتها هتبقى أعلى؟ الامبولس طبعا. الامبولس ماشي؟ تمام. لكن طبيعي انا بعمل لها كنترول عشان السبيد بتاعت دي تبقى هي 3000 زي ما انت قلت, او اي يعني رقم احنا عاوزين نتحكم فيه. تمام.
طب البليد افشنسي كيرف از ليس فلات ومور فلات، هو البليد افشنسي كيرف فيرسز ايه؟ يعني الافشنسي فيرسز الفلويد ولا فيرسز البريشر ولا فيرسز ايه بالظبط؟ بالظبط الافشنسي البليد افشنسي البليد افشنسي كيرف اللي هي فيرسز الانبوت اللي هو ايه بقى بريشر ولا فيلوسيتي ولا ميكانيكال انرجي البريشر انرجي الانبوت بريشر اللي داخل لك اللي هو هيبقى فيه ثيرمال انرجي وكاينتيك انرجي لو في التوتال انرجي اللي داخل فيرسز الانرجي اصلا التوتال انرجي يعني كل لما تمام يعني على رينج انرجي اكبر الرياكشن توربين بتبقى افشنسي بتاعتها تعتبر ثابته ال تعتبر ثابته بالظبط مقفله تمام ماشي ده كان بس السؤال عندي في الموضوع يعني دي بقى دي تخليني اعمل ايه او دي تقدر تسميها فيرسز اللود يعني احسن تبقى اللود تمام ممكن تمام ممكن. فانت لما اللود يتغير عندك مين اللي كفاءته هتتغير اكتر الامبلس طبعا الامبلس تمام ماشي كان في ايه تاني وانا كده ده كان سؤالي في الحته بتاعه المقارنه دكتور خلصت يا عمر انا خلصت يا مين اللي معايا تاني ممكن سؤال انا احمد خالد احمد خالد شوف ماشي هو حته الكروس والتاندم يعني هو انا ما فهمتش الفرق بينهم قوي بصراحه هو احنا عندنا مشكله في الـ في الـ في اللو بريشر ستيم توربين انا يمكن كلمت ما اعرفش كانت واضحه في الكلام ولا لا اللي احنا كلمناه في المحاضره قلنا ان في مشكله في الـ في الطبيعي في اللو بريشر ستيم توربين السبيسيفيك فوليوم بتاع الستيم بيعلى قوي في اللو بريشر دامتر للروتر كبير قوي زي ما حضرتك قلت عشان وبالتالي وانت تعمل فيكسيشن للبليد مهما كان الفيكسيشن قوي فالبريفرال فيلوسيتي تمام تبقى ايه عاليه وبالتالي بتعمل لي ايه بيندنج بيندنج للتب يعني للريشه نفسها تمام انا عندي مشكله بقى في الموضوع ده فالمشكله في الموضوع ده هو بنحلها بكذا طريقه يا اما ان انت تقسم الفلو فتعمل اللي هي الدبل ستيم توربين اللي هي بيبقى فيها ايه الدبل فلو ستيم توربين ان الفلو بيدخل ويتوزع يدخل من النص ويتوزع في الاتجاهين انت كده يبقى قسمت الايه الفلو مش كده الستيم وبالتالي الايه الطول بتاع البلاد دي هيحصل له ايه هيقل لكن ما زال السبيد اوف روتيشن زي ما قال عمر من شويه ان احنا محافظين عليها تقريبا عند 3000 تمام فما زال البريفرال فيلوسيتي عاديه طب نفترض ان كميه الستيم كانت كبيره جدا بحيث ان انت حتى لما قسمتها ما زالت البريفرال فيلوسيتي عاليه وما زالت عامله لي مشكله فانا بروح واخد بعمل شافت للهاي بريشر انترميديت بريشر وشافت لللو بريشر بحيث ان السبيد تبقى مختلفه اخلي السبيد بتاع اللو بريشر عن طريق ان انا بغير number of pole بتاع الجنريتور تمام فانا بخلي بدل ما 2 pole في الهاي بريشر فالسرعه تبقى 3000 فالنمبر اوف بول انا هخليها 4 بول وبالتالي سرعه السبيد اوف روتيشن هتبقى 1500 يبقى انا هنا قللت ايه البريفرال فيلوسيتي وايه وقدرت ان انا ممكن استوعب ايه طول اعلى من الطول اللي هي لو اللي هيبقى عندي لو كان عندي 3000 أربعة
تمام، انا بغير بقى النمبر اوف كولز بتاع الجنريتور عشان عند ار بي ام مختلف اخد نفس الفريكوانسي. بالظبط. طيب ال 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 يعني الحركه دي اسمها دي التاندم ولا كروس؟ ده الكروس. ده الكروس. التاندم يعني ورا بعض. الهاي بريشر واللو بريشر والانترميديت بريشر على نفس الشفت. كلهم على نفس الشفت فكلهم بيلفوا بسرعه واحده. بالظبط. طيب يا دكتور هي 3000. هل مثلا الكروس والتاندم ده ليهم يعني مثلا رينج كاباسيتس كده كريفرنس فاليوز يعني؟ طبيعي يعني لغايه 250 ميجا بتبقى التاندم، اعلى من كده 400 ميجا مش عارف ايه تمام، لغايه 250 ميجا هتلاقيها علامه تاندم. تمام. لكن مثلا الحاجات الجديده عندنا لا، الحاجات الجديده بتتعمل في مصر دلوقتي. تمام. سؤال تاني، هي انت عندك اسئله؟ دكتور في الحته بتاعت انواع الستيب توربين كان في نون اكستراكشن واوتوماتيك اكستراكشن ونون اوتوماتيك اكستراكشن. يعني انا بستخدم الاكستراكشن في ايه؟ يعني الاكستراكشن في دوتر هيتر دي استخدامين. في دوتر هيتر مفهوم. لأما بستخدمه في الصناعة، يعني إحنا متوقعين إن الفترة اللي جاية دي وهي دي اللي المفروض إن إحنا كنا نزودها على المنهج برضو، بس طبيعي ما فيش وقت والدنيا ما يعني الجزء الترم التاني بياخد يعني إيه جزء كبير في الويند والنيوكلر والسولار، يعني المفروض إن إحنا نبتدي نتكلم على الـ combined heat and power generation. تمام. لأن في محطات كده هون أغلب محطات بتاع الدول الخليج الوقتي بتستخدم نظام التحلية، يعني بتبقى المحطة كهرباء وفي نفس الوقت بتعمل تحلية للمية. لما بتعمل تحلية للمية فهي بتعمل extraction للستيم عند درجات حرارة معينة وعند ضغوط معينة عشان تحلي بيه المية. دي أكبر استخدام ليها أو أكبر أبليكيشن ليها، لكن ممكن برضو على سكيل صغير في بعض المصانع بتروكيميكالز بتستخدم الستيم تقريبا في تعاد في الرياكتورز بتاعت اللي بيعمل مثلا زي موبيكو مثلا عندنا، بتستخدم الستيم بتدخله في الرياكتور عشان تعمل أسمنة اليوريا. لما عندهم ستيم توربين بتعمل لهم باور بتولد لهم كهرباء، وبالتالي وبياخدوا جزء من الستيم عند ضغوط معينه ودرجه حراره معينه يعمل لها اكستراكشن ويدخلها على الرياكتور اللي بيصنع البتروكيميكال، يعني اللي بيصنع الاسمنت. فهي لا اما تبقى صناعه لا اما تحليه ميه، احنا هنهتم بيها في مصر جدا اعتقد الفتره اللي جايه في تحليه الميه. طب وده كده يختلف عن اللي هو النون كوندنسنج توربين؟ هو ده النون كوندنسنج توربين. النون كوندنسنج برضه دي ممكن يعني دي حاجه ودي حاجه، يعني ده هو انا مديكم التايبس دي ليه؟ ما انت لازم تبقى عارف، يمكن كلمتكم او قلت لكم انا مديكم الكلام ده ولا ليه؟ مش مديكم الكلام ده كحشو منهج اكتر من ان لو حد سالك ايه التوربينه اللي عندك او ايه المحطه اللي عندك تعمل لها سبيسيفيكيشن. هتعمل لها سبيسيفيكيشن ازاي؟ تمام، عن طريق الكلاسيفيكيشن المكونات اللي انا اديتها لك او الكلاسيفيكيشن دي، يعني هتقول انا عندي والله عندي نون كوندنسنج توربين او كوندنسنج توربين اكستراكتد او نون اكستراكتد. تمام، وتبتدي تعمل ايه سبيسيفيكيشن للتوربينه اكوردنج ليه الايه الكلاسيفيكيشن اللي انا كام نقطه اللي انا اديتها لك، هي دي تقدر توصف بيها التوربينه. انا تمام فهمت كده. تمام، حد عنده أسئلة تانية يا شباب؟ محمد بدر.
معايا مع حضرتك يا دكتور. عندك أسئلة يا محمد؟ لا شكرا يا دكتور. هو بس هو حضرتك كنت بتقول التندم اللي توصل لحد 250 يعني بعد كده بتبقى كروس؟ يعني إلى حد ما بتبقى إيه تبقى يعني الكروس بتبقى مثلا أنت بتسكن في 400 مثلا ممكن تبقى كروس. تمام. يعني هي بعد 250 غالبا بتبقى 400 أو 350 لا في أعتقد 350 في سوبر الخيمة برضو تندم. يعني هي من 400 عندنا نوع من 400 فما فوق. تمام أوكي شكرا. تمام. لا في شبه الخيمة أعتقد إن هي تندم. هي تبع برضو عشان الإجابة تبقى واضحة تبع التكنولوجي بتاعت الشركات. يعني تبع إحنا بنقولك الموجود في السوق لكن في شركات بتبقى حاطة قواعد. يعني قواعد بعد كده هعمل كذا وكذا وكذا تختلف من شركة للتانية. تمام يا دكتور شكرا. مريم عبد المنعم معايا يا محمد علي انا عندي اسئله بدل ما اقعد اتكلم انادي كل واحد هادي حد عنده اسئله طب خلاص في اي اسئله تانية؟ في أسئلة أي حد عنده أسئلة إحنا الدكتور عمرو أنا هكلمه يمكن الوقت أو الصبح على أساس يقول لكم برضو نظام الامتحان بالنسبة له إيه ما عرفش بعت لكم ولا لأ وهنتفق على الامتحان الشفوي هيتم إزاي وهخليه يبلغكم يعني تمام يا دكتور خلاص؟ خلاص ماشي ما تقلقوش الامتحان هيبقى قد ساعتين يعني يا دكتور يا ريت يعني ويكون ما يعني حتى لو هو ما مش يعني يكون ما فيش حسابات كتير عشان احنا فعلا ما يعني الحسابات الكتير بتحرق وقت واحنا بنبقى عارفين نحل فبنلحق لا ما انت يبقى في حسابات يا عمر لا كتير يعني ما يبقاش زي مثلا على قد الوقت على قد الوقت يعني على قد الوقت ماشي يلا بالتوفيق برضه يا دكتور يبقى مثلا في وقت 10 دقائق في الاخر نراجع برضه ما يبقاش على قد الوقت بالمل يعني يلا ربنا يسهل انت وجد عندك يلا يلا اتدربوا زي ما قلت لكم على حل المسائل وخد تايم واتدرب على حل المسائل اوكي تمام ماشي يلا بالتوفيق باذن الله بالتوفيق ماشي السلام عليكم وعليكم السلام